كم يعطيكم العافية مس. اليوم بإذن الله بدي أكمل حل تدرب وأحل المسائل. وصلنا مبارح عند رقم 18، بدهم الحدود الخمسة الأولى، 1 2 3 4 5، وبده نوعه، هذا نوعه متتالية تربيعية. إذا نوع هاي المتتالية هي متتالية تربيعية. الحد الأول 200 ناقص 1 199، الحد الثاني 200 ناقص 4 196، ميتين ناقص تسعة عندي 200 ناقص 3 ربيع ناقص 9، 191. هلأ الأربعة تربيع 16، بتكملوا انتو عندي 200 ناقص 16 و200 ناقص 25. طيب هون عندي ان تكعيب زائد 1، هاي متتالية تكعيبية. عندي 1 2 3 4 5، 1 تكعيب زائد 1 2، 2 تكعيب 8 زائد 1 9، 3 تكعيب 27 زائد 1 28. عندي 4 تكعيب 64 زائد 1 65، عندي 5 تكعيب 125 زائد 1 126. عندي ان تكعيب تقسيم 2، هاي ايضا متتالية تكعيبية. ان تكعيب تقسيم 2، 1 2 3 4 5، اللي هي عندي 1 على 2 8 على 2 27 على 2 64 على 2 و 125 على 2. هون عندي 3 ضرب ان تكعيب ناقص 1، طلعوها هون أيضا متتالية تكعيبية. هون 6 أس ان، هون متتالية أسية. متى بسميها أسية؟ لما ان تكون بالأس. هون أيضا متتالية أسية، لما ان تكون الأس بسميها متتالية أسية. هون أيضا متتالية أسية باستخدام الآلة الحاسبة، وطلعوا أول 5 حدود. يعطيكم العافية.